شحال العدد ديال الاشخاص اللي خصهم يكونوا في الاسره باش يمكن لها تستافد من التغطيه الصحيه بالمجان؟ كان هذا سؤال من الاسئله اللي غادي نجاوبكم عليها. العدد راه ماشي غير بوحدو اللي خصو يكون، كي العدد تيكون مصحوب، كاين واحد اللائحه كنا هضرنا عليها وعطيتكم المعطيات ديال اللائحه، واش عندكم السياره، واش عندكم الملك، واش عندكم، يعني كاين بزاف ديال الحوايج رخص ما تكون عندكم حتى شي حاجه، زيادة على ان ما عندكم حتى شي حاجه خاص يكون عدد الاشخاص على الاقل واحد الاربعه والفوق باش يكون مؤشر تقدر يطلع. داكشي علاش نقول لكم حاولوا تجمعوا باش المؤشر يهبط، وواحد جوج ديال الاشخاص فقليل مأولة. حنا تقريبا حنا الحالات اللي تيجيو عندنا ما كاين حتى شي حاله اللي فيها فرد ولا جوج ديال الافراد اللي تيكونوا اسره واستافدوا من وجاهم المؤشر هابط باش يستافدوا من التغطيه الصحيه بالمجان. ندوزو للسؤال الموالي اللي هو بعض المرات شي اسئله من اللي عندها هو شق قانوني ولا شي حاجه اللي عندها ب ب ب ب يعني مفتي الشغل، وهذا راه حنا ما داخلينش فيها، حنا كنحاولوا غير نقربوكم لشي حويجات باش تستافدوا، والمعلومات اللي تيجيو عندنا وعلى حسب يعني الدواسه اللي كيجي وعلى حسب المشاكل اللي تتكون حنا كنعطيو لكم وتنشوفوا داك الحلول اللي كي يعطيو اللي تقدروا تستافدوا منها. ومن بين الحلول اللي كنا هضرنا عليهم غير مؤخرا ديال داك السيده اللي كانت بوحديها وجاو الابناء، جا الراجل والابن ديالها ومراته وجوج الوليدات اللي قلت لكم خدام اللي تيقراو في المدرسه الحكوميه، فهبط المؤشر لواحد الدرجه ما تصورش، لان اول خطره كنشوف 8 77، اول مره كنشوف هذا المؤشر تنقولها لكم. وزياده على ان هذه السيده هذه عندها واحد الابن ديالها معاق، داكشي علاش هبط المؤشر، باش مين كانت هي والولد ديالها واخا كان معاق فما وصلش المؤشر، كان طالع على 9 326، ومين تزاد مع الابن ديالها ومراته وجوج ديال الوليدات، يعني مين تجمعوا حيت كانوا مفروقين وتجمعوا، فهبط المؤشر ل 8 77 تقريبا، هذا الشيء اللي بقيت عاقل عليه. وبالنسبه للمسائل اللي هي قانونيه، واحد السيده اللي قلت لكم اللي هضر ليا على خدام مع شي واحد السيد اجنبي وتيجلسهم واحد الفتره، وديك الفتره تيخلصهم غير 50%، شنو خصهم يديروا؟ فالمسائل هي متعلقه قانونيا، خصكم تشوفوا مع مفتش ديال الشغل. اما السيده اللي كتسول زعما على الملف، منين شكون اللي كيعطي؟ هو الملف تيتخاد غير من لاسينيستر، قلنا لكم واحد الملف خاص لان هو في الفورما ديالو، فورما اطروا كبير وعنده واحد الملصق خاص اللي تيقادو للطبيب وتيعطي لكم باش كتسلموه لاسينيستر. فهنا غتمشيو لاسينيسيس اقرب وحده غادي تمشيو تاخذوا الميل، فهاد المساله اللي هي عاديه. ندوزو لواحد السيده اللي هي عندها غير لاسينيسيس وكانت خدامه وعندها مرض مزمن، وزعما حطات الملف ديال هذا الملف ديال باش تستافد، وشافها الطبيب وقال لها سير حتى توصل 60 عام وعاد اجي. انا شي حوايج راه ما كنفهمهمش، راه كاين شي حوايج شي معطيات بس نعرف شنو لي ديتاي ما كنعرفهمش، ملي تعطيو المعطيات انا ما كنفهمهاش. ندوزو للسؤال الاخر لان ما عندي ما نقول، لان شي حوايج اللي ما كنفهمهمش، عاوز الله يجزيكم بخير تعطوني شي حاجه اللي تدخل للراس وشي حاجه اللي كنفهمها، فانا ما فهمتش هاد المساله هادي. السؤال الجواب الاخر بالنسبه للسيده الارمله اللي قالت لك دفعات جوج ديال المرات، جوج المرات دفعات الملف ديال المرض المزمن، وقال لك تيقولوا ليها ما كايناش سيستيم، وكاين شخص اخر اللي نفس عنده نفس المشكل، فحاولوا تواصلوا مع الجهات وتحاولوا تشوفوا في المصلحه الاداريه وفي لاسينيسيس، لان كاين شي حاجه ماشي هذيك، الا ما كانش في سيستيم تعاودوا تقيدوا ولا شوفوا في المصلحه الاداريه وشوفوا في لاسينيسيس. المسائل اللي هي عاديه، حول الله يجزيكم بخير، تجري تشقاو شي شويه على راسكم وتحاولوا تبحثوا وتشوفوا، ما ماشي يقول لكم راه ما كاينش حتى سيستيم زعما صافي تربعوا يديكم، لا ما كاين سيستيم، قلبوا شوفوا المصلحه الاداريه في المقاطعه واش وقع شي خلل في اثناء يعني التسجيل ديالكم. وتنتمنى ان شاء الله نكون يعني توفقت انني نجاوب على بعض الاسئله، وان هذه الخطره ان شاء الله الرحمن الرحيم غنحاول نجاوب على الاسئله اللي متعلقه بالموضوع، اما اللي خارجه من الموضوع الله يجزيكم بخير، اللي عنده شق قانوني شي حاجه ديال يعني مفتي الشغل ولا عندكم شي مشكل داخل، حنا تنهضروا على المشاكل ديال
التغطية الصحية، والناس اللي خصهم يستافدوا من التغطية الصحية بالمجان. تنتمنوا أنه يكون إصلاحات شاملة بالنسبة لهذا البرنامج هذا، والناس الأغلب يستافدوا. وسمحوا لي لأن تعطلت شي شوية في هذا الفيديو هذا، وتحياتي إلى الفيديو القادم إن شاء الله.